ستبقى هذه الصورة كشاهد على قسمنا. جاهزون؟ أوه، أخشى أن صورتي الفورية ليست مثالية. لا بأس. ألو؟ ألو؟ من المتكلم؟ هلو هلو، هذا نوع من المزاح؟ ماذا؟ مفاجأة، صحيح. كونت، كيف حالك سبيرو؟ لكن كونت، إنها الثانية صباحا. تماما يا عزيزي. لك عندي مهمة عاجلة. هلو هلو، ماذا؟ تهديد؟ كونت شامبين جاك، هل أنت بخير؟ كلمني. بسرعة سبيب، حدث مكروه للكونت. بسرعة فانتاسيو، بدأ بروح معنوية عالية ثم سمعت صوتا حادا. فانتاسيو، أتسمعني؟ أهناك خطأ؟ خطأ ما؟ كلا، فأنا بالطبع معجب بالعلماء ومزاحهم في منتصف الليل، خاصة وأنت طريح الفراش تعاني من الرشح. رشح شديد. لحسن الحظ أنه ليس بردا في الرأس، حين ستشعر بالمرض. ما هذا الجو؟ حقا ظننت أنك مستمتع. ضباب غامض وطريق ريفي مهجور عند الفجر، ربما يقفز علينا وحش أو عملاق. يا إلهي، ماذا كان ذاك؟ مؤكد أنا أهدي الآن، ربما بسبب الحمى. ماذا تفعل بهذا يا دوبلن؟ أبحث عن رسالة على أرض جافة. من يدري؟ الناس لا تفعل ذلك، إنهم يستعملون الهاتف. أين نصيبنا يا دوبلن؟ وهل يوجد جاسوس في المرهم؟ جاسوس؟ قل لي، هل انكشف سرنا؟ إنه الضباب يا سيدي، الضباب عطل القافلة نوعا ما. أعتقد أن أذني تلتقط صوتا قويا. دوبلن، ألم ترى حليفنا المشاوذ المحلي الكونت تشامبين جاك؟ قل لي بسرعة. سيدي الحاكم، أنت ثقيل بالنسبة لي. قلت لك سابقا دوبلن، يجب أن نتكاتف ونكون حذرين، صح؟ أجب، ربما نستطيع العودة للنوم. كونت، أنت هنا؟ كونت شامبين جاك؟ لا أحد، لعله بالمختبر. لا تقلق، ربما يكون الأمر كله مزحة. كونت، وأخيرا بعض الهدوء. فانتاسيو، بسرعة تعال وانظر. إنه لا يتمنى لي الشفاء. بسرعة. اسمع سبيرو، وجدته؟ إنه حي لكنه مخطر.
أنا أعرف السبب وراءه، كل هذه التجارب السخيفة عن هذا الفطر التافه. تسمم ربما، استدعي الدكتور. لا داعي لذلك، ما رأيكما بمزاحي يا أصدقائي؟ ألست مسليا؟ أنا لا أصدق ذلك، جن. نعم جن، هذه هي الكلمة المناسبة فانتاسيو، لدي مصل جديد تماما، إنه خلاصة فطر نادر يقوم على إثارة روح الدعابة. انظر أنا أضحك، أنا أبتسم. أشعر وكأنني عدت طفلا مرة أخرى، ويوما ما سيساعد هذا الفطر ملايين الناس الذين يشعرون بالحزن والكآبة. ولكن للأسف فإن مفعول هذا المصل يزول بسرعة. كونت، له تأثيرات جانبية يجب معالجتها. ولكن كونت، ذكرت مهمة عاجلة، تهديدا خطيرا. تهديدا خطيرا، أوه يا لسخافتي، لقد كدت أن أنسى. تعني أرى أين وضعتها. ها هي، انظرا، قبل 15 عاما أقسمت وزملائي قسما أن نكرس جزءا من عملنا لنواح إنسانية صرفة. تعديل القانون؟ بل للتخفيف من مجاعة العالم، ورتبنا لقاء سريا بعد 15 عاما لنكشف نتائج كل واحد منا. في الواقع إن يوم الاجتماع اليوم. لقاء سري إذن، لما دعوتنا؟ سأشرح الأمر، لقد تلقيت بالأمس تحذيرا من الشرطة الدولية إن محتالا ربما اندس بين زملائي. محتالا؟ نعم محتال، جاسوس يعمل لصالح مؤسسة غذائية عالمية يسعى للحصول على اكتشافاتنا لاستعمالها لصالحه. في هذه الحالة يجب أن تتصل بالشرطة كونت. في الواقع لم أخذ التحذير على محمل الجد، ولكن ماذا لو كنت مخطئا؟ لهذا قررت الاتصال بالشخصين اللذين أثق بهما تماما. نعم لا بأس، شر لا بد منه. هل هناك دليل يا سبيرو؟ لن نجد صعوبة في التعرف على البروفيسور ماكونتوش وسوشياكي، فنحن نعرفهما، أما الآخرين أنا متعب. بالمناسبة لقد نسيت أن أذكركما أنني وجدت من الحكمة الاحتفاظ بخطط اختراعاتنا في هذه الخزنة للاحتياط فقط. تفكير جيد. الساعة الآن 7 وسيصل أصدقائي بعد قليل، المفروض أن يصلوا معا. قد وصلوا. إنني أعتمد عليكما في اكتشاف المجرم. يصعب ذلك وأنا مريض. انظر، تعال فانتاسيو، هذا ليس في الصورة، لابد أنه المحتال. أحسن، أنا قادم. أهلا. عفوا، من تكون؟ لقد خدعتك يا كونت. بروفيسور فان كامبر، إنك كثير المزاح، ولكن كان يجب أن أتعرف عليك. أخبرني، أين الآخرون؟ في الطريق. أردت القيام بمزحتي أولا. أنا آسف يا أصدقائي المحترمين، إنني أختبر وصفة تساعد على نمو الشعر، إنها سريعة وخطرة. الآن بما أنكم جميعا هنا، اسمحوا لي بالتعريف، البروفيسور فان كامبر. محب جدا للمزاح، فاحذروا. بروفيسور سوشياكا، دعني أعبر عن سعادتي الخالصة لوجودي مرة أخرى في بيت أجدادك أيها الكونت المحترم. البروفيسور ماكنتوش، أستطيع أخيرا تهذيب هذه اللحية، لقد أقسمت ألا أقصها حتى هذا اليوم المهم. البروفيسور السيد هابيتو باهيرا، تحياتي واعذروا ملابسي غير اللائقة، إنها مشكلة عدم التركيز مؤخرا، فالعقل المشغول يؤثر على الجسد. وإلى الذين لا يعرفونهم، دعوني أقدم لكم سبيرو وفانتاسيو، لقد وافقا على الطبخ والعناية بنا أثناء اللقاء، وأنا أضمن كتمانهم للسر. نعم، والآن أيها السادة، أقترح أن نضع اختراعاتنا في الخزنة لحمايتها، هلا اهتممت بذلك يا سبيرو؟ طبعا كونت. ثم سنحتفل باجتماع الشمل بإقامة مأدبة كبيرة. نعم رائع. عزيزي هابيتو باهيرا، إليك المزيد من عصير الفراولة، أعرف أنك تحبه جدا. بالتأكيد يا كونت، إنني أذكره، إنه منعش جدا. ليشرب يا أصدقائي ولنحتفل بنجاح المشروع. قليل من الطحين للتكثيف.
لكل منهم مظهر من مظاهر التخفي، اللحية، الشعر، الضمادات، كلهم يختبئون وراء شيء، لذا فكلهم بلا استثناء مشتبه بهم. صحيح، لسوء الحظ لا أملك وصفة لكشف الحقيقة. الحساء جاهز، دورك شريكي. لدي شكوكي ولكن احذر فانتازيو كيتو أن هاي انظر إلي، أتعتقد أنني ألعب بالطحين؟ حساء فطر رائع، حساء تشامبيون جاك. ماذا؟ بروفيسور سوشياكي، هناك شيء في شعرك، أتسمح؟ متأسف، أنت مزعج. أهتم بهذا بنفسي بروفيسور. أوه لا تقلق، سأجد شيئا. إذن لا شيء، لا شعر ولا لحية مستعارة، ولكن هل يوجد لديك علبة إضافية من الحساء؟ ماذا؟ لقد أهدرت حسائي. ما قيمة الحساء؟ إننا هنا لإطعام العالم. لقد أخذت حريتي لإعداد مساعدات خاصة للمهرجان. يا سلام، حلوى على شكل فطر المارينج، تبدو لذيذة وشهية. يجب أن نتذكر أن نحضر للكونت ماكينة لغسل الصبر. ما هذا؟ ما رأيك بقهقهتي؟ بروفيسور هابيتو باهيرا، أخشى أن دسامة الوجبة غيرت مركز ثقلي يا سبيرو. سوف تقودنا هذه الشخصيات إلى الجنون. متأكد، جن جنوني منذ زمن. أصدقائي الأعزاء، لقد حان وقت الراحة، فغدا وفي الصباح الباكر سنكشف عن اختراعاتنا الإنسانية. حسنا، إن تحرياتنا تسير ببطء شديد. النوم الجيد سوف يفيدنا. ليلة هادئة بلا إزعاج. فارغة، ما معنى هذا؟ أتشم. يجب أن نتصرف بسرعة. الأهذي. أتشم. سبيرو، ألم تسمع؟ نعم، أنت. لا أحتمل، شيء ما يحدث. لقد كشفت السر. قف أيها اللص، سأمسك بك. فانتاسيو، ما الذي يحدث؟ أعتذر بشدة، فأنا أسير أثناء نومي، لقد أجفلني صديقك فخرجت صرخة الكاراتيه تلقائيا. أرجو أن تقبل اعتذاري، ولكني أؤكد لك أن التأثير مؤقت وغير مؤذن، عدم الحركة لعدة ساعات لا أكثر. العلية. كونت. سبيرو، هذا أنت. إذن فقد سمعت صوت الارتطام أيضا. لا يوجد أحد هنا، يبدو أن أحدا يلعب بأعصابنا. أقترح أن نرتاح وننام. أنت محق كونت سبيب، هيا بنا، هيا. واحد اثنان. تحسنت فانتاسيو؟ أشعر بتصلب بعد قضاء الليل واقفا، ولكن اللغز لم يحل. ومتى سيحل؟ نسينا شيئا. ماذا الآن سبيرو؟ الخزنة. اسمعني سبيرو، أعلم أنك منفعل، ولكن كان يمكن أن أسلق حيا. كانت الخزنة مفتوحة وقد فتحها أحدهم بمفتاح. من بين هؤلاء؟ كنت أبحث عنكما، ولكن ما الأمر؟ تبدو أني مشوشين. متأسف سبيب. ألديك مفتاح آخر للخزنة غير الذي أعطيتني إياه؟ مفتاح آخر؟ نعم بالطبع، انتظر لحظة. يا إلهي، لقد اختفى. كلا، لا تخبرني يا سبيرو أن جميع خططنا قد باءت بال... لا 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 كونت، اهدأ. حاول أحد سرقتها، ولكن من باب الاحتياط خبأتها في مكان آخر. لقد فهمت، كان غباء مني أن أتكلم أمام الجميع، ولكنك ذكي جدا يا صديقي. كونت، هناك شيء أكيد، يوجد محتال بيننا. هيا سبيب، الكونت وزملائه يريدون أن يبدأوا.
المشاريع. شكرا سبيرو. أيها السادة، إنها اللحظة التي انتظرناها طويلا، لماذا لا تبدأ أولا يا بروفيسور فان كامبر؟ بكل سرور عزيزي الكونت. أها، هذا ما خشيته. فإن شرحي يحتاج إلى يوم مشمس. عذر مقنع، ليس كذلك؟ فان كامبر ليس مضطرا لشرح الآن. أنت على صواب. والآن يا أصدقائي، كما تعلمون فإن نقل الغذاء لمن هم بحاجة إليه مشكلة كبيرة، وهكذا فإن هذا غذاء مركز إلى الدرجة القصوى بعملية خاصة، سأقول لكم كيف. مكعب من خلاصة الصويا يعادل طنا من الصويا الطبيعية. رائع، غير عادي. إنه هو، أنا متأكد. فانتاسيو، متأكد أن هذا الشيء مجرد مكعب حساء. أرجوك فانتاسيو. سأثبت لكم. طن من الصويا سينفجر. أحضر الطبيب. انتظر، أنا لدي فكرة. هيا تنشق. خذ هذا البهار. إنها خدعة مجربة وحقيقية وتعمل تماما. كيف تشعر فانتاسيو؟ أفضل، ولكن اعتبرني مستقيلا. أيها العلماء، لقد سمعتم عن ذبابة تسي تسي المروعة، وتعلمون أن لسعتها تترك الدمار بمواشي العالم الثالث. حسنا، انتبهوا جيدا لهذا الشرح. ضارب الذباب الآلي؟ شيء استثنائي. مدهش. إنها أكثر الاكتشافات العلمية لفتا للنظر هذه الأيام. رائع. مذهل، أنت فعلا رائع. برافو. رائع يا بروفيسور، ما دام لا يخيف الماشية. سبيب، أين كنت وماذا أحضرت معك؟ أين وجدت هذا سبيب؟ انتظر، إنه. أوه لا، ما الأمر؟ لا وقت للشرح. راقبهم جيدا، والأهم من ذلك لا تدع أحدا يغادر. لا أحد، مفهوم؟ ما المفروض أن أفعله؟ هل أقوم بحبسهم؟ قنبلة. نعم صحيح، هذه قنبلة، ولكنها ليست قنبلة عادية، محشوة باختراعاتي، سماد قوي جدا. ذكي، إبداع، رائع. كما ترون فإن فكرتي بسيطة، وهي تحويل أسلحة العالم لأسلحة تحارب الجوع. ستقودني هذه المجموعة إلى الجنون. يبدو أن هناك خطأ بسيطا في المسار. أمر لا يصدق. أيها المواطنون، إن عميضا من الشهرة على وشك أن ينزل في تشامبين جاك. نعم، نجم سماوي على وشك الظهور، لحظة عظيمة يستحقها مجتمعنا الحبيب. الآن دورك يا كونت. هيا. حسنا، تنتظرني؟ سبيرو، نعم بالتأكيد. أنت ذكي، وكدت أن تنجح، أليس كذلك يا كونت؟ أنت؟ ولكنك ارتكبت خطأ بسيطا، لاحظه سبيب. انتهت اللعبة راسبوتنيكوف. سبيرو، إنني أحييك بحرارة يا ألد أعدائي، ولكن لسوء الحظ يجب أن أخسر. أحلاما سعيدة أيها السادة. ليس بهذه السرعة يا صديقي. ولكن بسبب الرشح لم أتمكن من الاستنشاق. أتشم. لن تبتعد كثيرا راسبوتنيكوف. لا، لن تلحق بي أبدا. كونت تشامبين جاك، إنني أعتقلك باسم القانون لأنك انتهكت ثروة عامة، وهذه غلطة شنيعة. خذوه.
أهنئك أيها الحاكم. ماذا؟ لقد قدمت خدمة عظيمة للإنسانية. ولكن من عبقري راسبوتنيكوف، قناع من السيليكون مزود بمصف للغاز. يا إلهي. سبيرو، فانتاسيو، باسمي وباسم أصدقائي شكرا لكما. لقد أخبرني هذا اللص البائس القصة الكاملة. قبل تخديري ووضعي في صندوق في العلية، تجسس علي لأسابيع طويلة وتعلم عاداتي وتدرب على تقليد صوتي. لقد أصبح نسخة مني وفكر بكل شيء، كل شيء ما عدا معلومات الشرطة الدولية وتدخلكم. الحقيقة كونت، الفضل كله يعود لسبيت. بالتأكيد. اسمحوا لي أن أهنئ القرد النبيل وكذلك أن أقدم شكري إلى حاكم تشامبين جاك الشجاع الذي وضع نهاية لهذه المغامرة. لقد أخجلتم تواضعي. ماذا كان اختراعه واختراع فان كامبر؟ أنت على حق يا فانتاسيو، تفضل يا بروفيسور فان كامبر، فالشمس ساطعة كما يقول الشاعر. نعم، ولكن أرجوك بعدك كونت. كما تريد. أصدقائي، لقد طورت هذا الفطر اللذيذ الفوري ويمكن زراعته حتى في الصحراء. هنينا. أخشى أن لا تذهب جهودك سدى عندما ترى اختراعي يا كونت، انتظر وسوف ترى. إنها تنهي الجفاف كما ترى. صديقي، أصبحنا في مركب واحد.